أكثر من 83% من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوبي الصحراء دخلوا تونس عبر حدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا، وأغلب المهاجرين الموجودين على الأراضي التونسية يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة. خلاصات نتائج دراسة ميدانية حديثة أجرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الحدائق العامة كما الشوارع باتت ملاذ أكثر من نصف المهاجرين غير النظاميين تجنباً للملاحقات الأمنية وسط تصاعد وتيرة دعوات المواطنين لترحيلهم، خاصة من محافظة صفاقس شرق البلاد إحدى أهم محطات العبور إلى أوروبا. تواجد مهاجري جنوب الصحراء هو تواجد كارثي بمعنى الكلمة، لا من الظروف الإنسانية ولا القانونية. الدولة التونسية تقول لا نستطيع تدخل الدولة التونسية في ملف الهجرة النظامية ووجود مهاجري جنوب الصحراء، غائبة تماما ولم تتحمل المسؤولية ولم تتقدم بأي معنى مبادرة لإيجاد حلول لهذا الملف. تدهور أوضاع المهاجرين يتزامن مع تفاقم أزمة تونس المالية، ما دفع السلطات لحث أوروبا على زيادة المساعدات لمعالجة أزمة الهجرة المتفاقمة، بعد أن نجحت في صد أكثر من 70,000 مهاجر للوصول إلى سواحلها في النصف الأول من 2024. نسرين حمداوي، لقناتي العربية والحدث، تونس.